نجدد التحية للأستاذات، محطاتنا النضالية قادمة في القريب العاجل، تنسيق وتنسيق مستمر، دعوة إلى المزيد من التعبئة والتعبئة من أجل مواجهة كافة هذه المخططات المخزنية. قمنا بتنفيذ وقفة احتجاجية على العنف اللي تتعرضوا الأساتذة، وكنعتبروا بأن العنف أنه عنف ممنهج، أن السلوك الذي وقع بورزيزة مجموعة مؤسسة ما هو إلا نتيجة ديال السياسة بالمغرب، السياسة ديال العنف والقمع. فهذه الوقفة الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية والتيزنيت اللي كانت من أجل الكرامة أولا، ندين كتكتل النقابي اليوم اللي شرف على تأطير هذا الاحتجاج كل السلوكات والممارسات التي تدين وتهين نساء ورجال التعليم. هذه الدعوه اللي كما شفتوا انه استجبوا لها النساء ورجال التعليم من الاقليم وحضروا بهذه الكثافه، بل استجبوا لها حتى فلذات الاكباد ديالنا من تلميذات وتلاميذ المؤسسات المجاوره اللي حضروا وساندوا ورفعوا الشعارات. وهذا الامر هذا ان كان يدل على شيء انما يدل على ان العنف المدرسي ماشي نتيجه مشكل ما بين استاذ وتلميذ، ولكن هو نتيجه سياسه تعليميه، ماشي فقط تعليميه ولكن سياسه ديال الدوله ككل، سياسه فاشله ان لا تنتج الا العنف، سياسه ديال التخريب ديال العقول، سياسه ديال التجهيل. لان جيش ديال الجهال احسن لهم من واحد الجيش ديال المثقفين، ولكن هي سياسه ذات حدين. نهار يثور عليك هذا الجيش هذا ديال الجهاله أقلل، كيفاش غادي تفك معاهم المشكل؟ هناك مجموعه من المحطات النضاليه اللي خذوها رجال التعليم واللي الدوله استعملت فيها العنف، يعني بواحد الشكل اللي هو غير مبرر. يمكن نشوفوا المحطه ديال الاساتذه المتعاقدين، يمكن نشوفوا المحطه ديال ما يسمى بالناس ديال زنزانه السعود، وبالتالي هذا هو العنف الحقيقي اللي حنا كنمارسوه. وبالتالي ان هنا الدوله كتولي نموذج في ممارسه العنف ضد الموظفين ديالها بشكل عام وضد رجال التعليم. نحن في المدرسه العموميه نساء ورجال التعليم كنقولوا بان التلميذ كذلك كرامته لا تقاس، ولكن ان تهان كرامه الاستاذ فذاك خط احمر. نطالب الان جميع مكونات المجتمع بصفه عامه لعقد مناظره وطنيه حول اي مدرسه عموميه نريد واي مواطن مغربي نريد. الحل هو اعاده النظر في مجموعه ديال التشريعات، اعاده النظر في السلطان القانونيه من اجل اعطاء الاستاذ ديك السلطه ديالو اولا المعرفيه والسلطه الرمزيه ديالو داخل الفصل ديالو. اذا يجب التركيز اكثر على العنف الحقيقي، الدعوه اكثر الى المزيد من الوحده النقابيه، الى المزيد من الوحده النضاليه، الى المزيد من التعبئه، خصوصا الاطارات التقدميه، الاطارات الحداثيه، من اجل تحمل مسؤوليتها التاريخيه في النضال الى جانب الجماهير الشعبيه. رسالتنا كتنسيق نقابي، رسالتنا الى كافه الاطارات التقدميه ان تلتحق بالركب، ان تنسق من اجل ما فيه المصلحه العموميه، من اجل تعليم عمومي مجاني ديمقراطي شعبي، بعيدا عن الطبقيه، بعيدا على التجهيل، بعيدا على التفقير، بعيدا على كل هذه السياسات الهمجيه التي تمارس في حق ابناء وبنات الشعب.